فكرة التواصل الاجتماعي الغائب. طبعا أنا بتفق معك 100% وأنا بقولك مستغربة أنه ليه في العدد الساعات القليلة دي بقى عندنا عشرات الملايين من الناس اللي اشتركت على الثريدز. ويمكن ده سؤال نسأله المهندس وليد حجاج اللي أعتقد أنه دلوقتي معنا وسمعنا. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وكل السادة المشاهدين. ليه يا ترى؟ يعني أنا ده قاعد أفكر بيني وبين نفسي، هل إحنا ناقصين النهاردة أبليكيشنز جديدة أو مواقع جديدة للتواصل الاجتماعي؟ إيه التفسير النهاردة للعدد الكبير أو الملايين من الناس اللي انضمت وعملت حسابات وسارعت إلى حجز مكان لنفسها على منصة أو تطبيق ثريدز في حين أنه التطبيقات مالية الدنيا يعني؟ طيب هو مبدئيا بس خلينا نتفق ان الفتره اللي فاتت دي كانت في مجموعه من المشاكل الكتيره جدا عند منصه تويتر ادت الى هروب بعض المعلنين وبعض الناس من المنصه نتيجه المشاكل والعلامه الزرقاء اللي بفلوس وعدد الكاركترز اللي موجوده اللي الواحد يكتب بيها التويته في حدود 250 كاركتر. لكن في ثريد بتوصل ل 500، بخلاف كمان ثريد بيسمح بفيديوهات لغايه 5 دقائق. 5 دقائق صح، وبالتالي هو نازل بفيتشرز اعلى شويه من تويتر. وفي الاخر هي معركه تكنولوجيا. النهارده في شركه اخفقت في ان هي تحافظ على مستخدمينها بشكل كبير وعماله تتخبط في الوقت ده، في شركه اخرى تتصيد القصه دي وتقدر انها تستفيد منها لصالحها كنوع من انواع البيزنس. ده بيزنس ملوش علاقه بحاجه، بيزنس تكنولوجيا. الحاجه اللي خلت بقى ناس كتيره جدا تقدر تبقى مشتركه بعدد كبير في اول 25 ساعه ان اصلا حضرتك عشان تعملي اكونت على ثريد انت مش محتاجه اكتر من يكون عندك اكاونت على انستغرام وتخش من خلاله. وبالتالي الانستغرام عليه حوالي 2.5 مليار مستخدم، فلما نقول 30 مليون واحد عملوا اكاونت على ثريد في اول 25 ساعه دي نسبه ضئيله جدا. طب بمناسبه موضوع الانستغرام دوت باشمهندس وليد، هل النهارده فعلا معلومه او فكره انه اللي هيلغي او هيعمل دي اكتيفيشن للحساب بتاعه على ثريدز هيتلغي معاه الحساب بتاعه اللي على الانستغرام؟ ما فيش حاجة واضحة إلى الوقت الحالي بتؤكد أو بتنفي المعلومة دي، ولكن ده حاجة وده حاجة. اللي أنا يعني شايف إنه ممكن يحصل إن فيما بعد يتم مثلا دمج الاثنين في تطبيق واحد، أو إن الانستجرام ما يبقاش موجود بالشكل ده ويبقى يحل محله الثريد، إن الثريد تقريبا بيقوم بنفس الوظائف اللي بيقوم بها الانستجرام وعليها حاجات زيادة. فأنا ما أعتقد إن الفترة اللي جاية يعني ممكن يبقوا الاثنين دول يبقوا تطبيق واحد. طب هسألك سؤال، هل ثريدز النهاردة ولد ليبقى؟ لأن احنا برضو في فترات معينة شفنا فيها أبليكيشنز زي الكلاب هاوس لو حضرتك تفتكر، وأول ما طلع الكلاب هاوس برضو عمل بروباغاندا كبيرة جدا وبقت الناس تتسابق في أنها تبعت لبعض الدعوات، وكان عنده شيء من الحصرية كده في الدخول إليه، وبعد كده خلاص مات محدش بيسمع عنه حاجة. يعني هل الثريدز هيبقى ويبقى حاجة من الحاجات المميزة والأبليكيشنز اللي هي في واقعنا بس يعني زي الفيسبوك والحاجات دي؟ المقومات بتاعه ثريدز تختلف عن الكلاب هاوس وعلى كل التطبيقات الاخرى، لانها شركه ميتا عندها اصلا فيسبوك وعندها واتساب. فالنهارده انا كراجل مستخدم بحب اعمل اعلانات على الفيسبوك او على انستغرام، فانا عندي كمان الثريدز مش محتاج له يوزر نيم وباسورد مختلفين، لا هو من خلال انستغرام ومعايا الواتساب كمان، فكل البرامج كونكتد ببعض، فدي بتدي سهوله للمستخدمين. دي نمره واحد. نمره اثنين ان فكره المنصه بتاعت فيسبوك لو الثريد هيقع يبقى من باب اولى الانستجرام او الفيسبوك اللي يقع، وده ما اعتقدش انه ممكن يحصل في الفتره اللي احنا موجودين فيها، لان هو بيقدم خدمات كتيره جدا طبعا. جدا جدا الناس كلها معتمده عليه حتى في مصدر دخل. يعني هو اوريدي عنده الانفراستراكشر جاهزه والسيرفرات جاهزه والسمعه موجوده، فبالتالي وسيله اختراقه اسهل بكتير من اي تطبيق اخر. وبعدين برضو في نقطه اقول لحضرتك عليها يعني في نقطه ثانيه عايز اقول لحضرتك عليها كمان، ان فكره ان ثريدز يبقى بالدخول عليه من غير نيو اكونت ده في حد ذاته انا بعتبرها حركه ذكيه جدا طبعا من الفيسبوك، انه ما عملش تطبيق منفصل. التطبيق ده لازم تخش له بريجستريشن مختلف. وبالتالي خلى ان لو حضرتك فيريفايد على انستغرام هتبقى فيريفايد على ثريدز. حلوه دي نقطه حلوه يعني. بالظبط، ما ثريدز والانستغرام الاثنين حاجه واحده بالظبط، مجرد ان انت واخد علامه زرقاء هنا هتبقى هنا علامه زرقاء، ده حتى كمان اول ما بتفتح بياخد الفولورز من هنا ينقلهم هنا، فبالتالي هو عنده كل المقومات اللي تخليه انه ينجح. انت مش لسه هتبني قاعده بيانات من الناس المتابعين، انت لو عندك 2 مليون فولور هيبقوا موجودين معاك على الثريد. طب لو علامه الزرقاء معاك، طيب لو خدت الموضوع مع حضرتك لبعد اخر وهو بعد الصراع التكنولوجي زي ما بيقولوا كده، الصراع الكبار بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، لأن هو الموضوع دلوقتي مش مجرد أبليكيشنز، هو في حالة من حالات الصراع على فكرة مين يشكل الرأي العام العالمي أو مين يبقى عنده المساحة الأوسع في الفضاء الإلكتروني يقدر يسيطر فيها على يعني أفكار الناس ورأي الناس وعقول الناس. في الصراع دوت
مارك ولا ايلون ماسك مين يكسب؟ التاني مش هيسكت برضه. لا انا هقول لحضرتك لو احنا هنحسبها نسبه وتناسب، احنا عندنا تويتر قصاده فيسبوك وانستجرام وواتساب وثريد، يعني خمس حاجات في السوق موجودين. الخمس حاجات دول لو قلنا بالتساوي كلهم بنفس الليفل، فاحنا 80% ميتا و20% تويتر. ده بالمنطق طبعا، غير اي حته بقى 80% من التورته لمارك زكربرج والباقي لتويتر. او لان احنا عندنا خمس تطبيقات، في عندنا ثريد وانستجرام وفي فيسبوك وفي واتساب، دول اربعه وتويتر ده واحد. طيب الحاجه بقى اللي خلت الناس كمان تبعد شويه عن تويتر، فكره النهارده انا فيريفايد على انستجرام لكن مش هشتري الفيريفيكيشن على تويتر. فانا النهارده لما يبقى عندي ثريد هيبقى فيريفايد برضه، دي ميزه مش هروح اشتريه. فكره ان الناس عايزه تكتب كلام اكتر، دي برضه ميزه مش موجوده عند تويتر. وكلام بالصوره والفيديو ده برضه ده اسهل كتير. بالظبط، وبالتالي بقى تويتر دلوقتي بيحاول يضيف خدمات جديده طبعا بيتكلم عليها ان هو علشان يطور المنصه، عشان يحاول يحافظ على المستخدمين اللي موجودين. لو حضرتك تفتكر كان في من قريب كده كان تويته الاثنين ردوا على بعض فيها ان هم بيضعوا بعض لجوله مفتوحه صراع، وما كانت ما كناش فاهمين ساعتها، يمكن الصوره دي تليق على الموضوع، انه ما كناش فاهمين ساعتها هم ايه ده، يعني هم هيتصارعوا فين وهيتبارزوا في الفضاء الالكتروني برضه. فطلع الموضوع فيما يبدو ان هو كان تلميح لخروج ثريدز والضربه للاخ ايلون ماسك، اللي ما اعتقدش ان هو هيسكت برضه. ما بيقول ماشي، انا متفق معاك، انا متفق معاك، لان هو برضه يعني بدا يخش في قصه القضاء ويقول ان شركه ميتا سحبت الموظفين بتوع تويتر اللي تم فصلهم. وانه هو بيقول اصلا انه ثريدز يعني سارق الملكيه الفكريه من تويتر او نسخه ان هو ملكيه فكريه ولا لا، ده صعب الحكم عليها كده لمجرد ان احنا نقول ده سرق ولا لا. طبعا حضرتك النهارده اللي بيصنع عربيه ممكن اي حد يصنع تاني عربيه، لكن لما تبقى نفس التكنولوجيا اللي موجوده في العربيه دي هي في العربيه دي، ساعتها اقول ده سرق الفكره مني. لكن مش لمجرد انه عمل عربيه زي وحضرتك عندك عربيه بتصنعها يبقى انا كده سرقت الفكره. مين سرق من مين؟ صحيح بالظبط. وما هي خلاص، ما هي الاساس واضح حتى في التيك توك، يعني انت خلاص الفكره وجدت، كل واحد بقى بيحطها بلمحه مختلفه بشكل اسهل. ولكن ايلون ماسك كان بيلمح لحاجه، بيلمح ان دور الانستغرام فعلا اللي بتستخدم على ثريد متاخده من تويتر، وهو ده اللي كان بيتكلم عليه وبيقول عشان كده الملكيه الفكريه، ولكن لغايه النهارده لم يبت في الامر. طبعا ولن يبت. بالظبط. نشكرك شكرا جزيلا مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات.